وقال ابن متى لاتاو تاريخ طاي صدح يلا باتنكي اكتوبر وضبط اقدور كورونا عن ذين هايو وحكم ذا اردوغان او الضبول كاقاذ النتيجة ذا كسوا بحذي باريتان كايكو ذين ديلكي خسوقجي لحال سوق محمد بن سلمان او عاي خسوقجي انتان لديلي كهر حق عصوب او لهلي مرايكان كاو شاقين حوجين يهوب كيسا نوكليركا سيو اقوم قونيو شينها يروشكا شينها او فريب بنددا ادونكا اقدير سيه يسوقو حرتو صدح مقالو مهيمة واركن وقد كلا سعوتان بقا عن كليها يوتيوب وحايدين سو جيدينية أنيقو شينا علي انتين برنامج كوغلين وحان سيحوش مدلا إني كعود سانا يأينا تسيشير قريسان سياد أولو ذاكتان صوبالي ذاكالي كسو اللو هذا واركي أوفيتسان ديل كوريه جمال خاصوجي و خو اها ميل ايا سيمي مالمو مدخوينها تركي ايا سيدا او شيغي خلدبانده بارلمانكا اي كاسو جيدا حزبiga تلاده هيا اي اي كا بارتي و خو شيغي ان تركي و هيو عديمو خوغان او موجينيا قاب كوريه لو ديلي ان اي اهيد ميل قشيسن او مدر دير لسو اغا سيمي ما حسين ان اي هيان عدد يو موقالو موجينيا سيدي ديل كو ودعي كواس او هري سراكيل تركي اي او شيغين قيبا كميدا صحافدا كوي ديلك جيستي ايو شيغي هاوشو يغو هرسي اي قبتين انا اي هايدين اي دميان كاميروينك او اي كساران قلب كي وحكايدين اي وحو كو تلمامي ديلك اسميد وحشنماء اساغو كدل بدي مسؤوليين تا سعوديغا انا اي شيغان عدي سو اغا سنتي بغرك سعوديغا سلمان بن عبد العزيز ايو شيغي انو كو غبا كالسوني اه انو كيس كان امارين دونو سيدا اوفي عن سي اي عدالد او جهان كوي كدم اي ديلكاس مسؤولين تسعودي وحي قادين تلابوين مهمة يغو حقيجي إن لدلي وريها هادا وحن ويدي سنية إنه مقعابان سراكيشي سواء مرتي ديلكاس أيو عرب كوكو أدكي مدحوين إردوغان سيدو كلا إردوغان أياد دالبضي إن لغو محكمة ديو كوي كدام أي ديلكاس إسطنبول أو أه قوبتي أي دنبغاس كجيستين واحد جيرا سؤالو أي إسويدين إسو مسكح كستا محي شانيو تومانكا قفوي مادن اسطنبول مالنتي وديلكو دعي او اي اسلام مالنتا سوغال لابتين مركي اي دنبغ اسكيستين يا سوسي وربحنتا اي امركا اي كدلين وحانو باهان هاي انا نوغانو ايو يري توركي قوحو موجيه انا الاشاقين دونان هدي قد عالمي اهلو سارو كيسكاس او كسو عدا قرمدا ميدوبي اما قد كلاو اسكو نفع لما قران كرو سيدا او سعودي قو اوها قان سامي دونو دالبك اردوغان كو دونو يو ان اسطنبول لغو محكمة ديو كو اللي تونسيني هاي اني وريها الدلين يو مسوليين تي سوا عمرتي بل سويحي اوبادان تا انانو سعودي قو اقبلين دالبكاس غور هوري ايو وزيركا عدالد سعودي قو شاقي ان خسوجي لغو الدلي لول بناك كو يالا او ايو ليهين سيدا درتي اذا حقو ليهين اني كيس كيسا قادان محكمة دا سعودي قو سيكستها هاتي هدي سعودي قو اقبلو ان تركي قو لغو محكمة ديو كو يفلكاس كيستي وحصوب حيا حقا بدن او آن إلا اي هاد دالهين تاس بدل كيدا سعود وحو دور بيدي دونا ينو إساقو محكمة ديو وهدو ربو لايو ايدا سنياشا يدو آن كيس كاسي في عن لو بارين سي لو غريو سراكيشي سرسره إساو عمرتي وامركي يقوه رويسي مدحوين أردوغان كهلو نتيجة باريتان كي سعودي تانيو انتي وريها اللو قد دلي وسيليد سعود وكليها إسطنبول لبدي أكتوبر أنكار مدونو إساو إلا حد ينو حمادو حريركا كلاد حي رياد سيدو كلا مربطو إني كيس كان قاعن بدي حيسو وحي دور بدي ساة سيدو حبجران إني الدوني دا لو داكتو وو مركز وحي كدام إيا إن نقطو هاو العالم كا أطال سيدي لو عقابي لها سعودي دا حال سوي محمد بن سلمان أيا وعي وريه جمال خصوجي سيو ووقن عيوينو كلها بتو رياض وحي الكوهر انتيان لقود دلين وريها قنسوليه السعودي وكليه اسطنبول وربحين عصوب ايا سيدا شيكتي دخل سوقو و خولو خيريري خاسوجي وحير كدب markii lagu qabtay gudaha qunsuliyada wargeysu janjeere dhanka dawladda turkiga oo lagu macaabayeen safaq ayaa sida qoray isagoo soo xiganay xog cusub oo uu helay wargeyska oo soo xiganay saraakiil turki ah oo soo arkay cadeymaha waxay u sheegeen in dhaxal suuguhu aad ugu dirqay khaasoji inuu ku laabto suuudiga una siiyay balan qaadiyo balse uu wariyuhu diiday isagoo aaminsanaa hadii uu laabto in la dilayo ama la xirayo markii uu ganafka ku dhuftay hadalkii dhaxal suugaha ayay dileen 15 kii nin ee uu suuudiga uga soo diray kuwaas oo si arxan darro ah u ruux tagay oo isagoo nool jirkiisa jarjaray sidoo kale sarkaal sare oo ka tirsan turkiga ayaa u sheegay CNN mid ka mid ah ragii dilay khasooji inuu kala baxay dharkii oo uu qunsuliyadda ka soo baxay isagoo gashan dharkii wariyaha
مقالو اي دوبين كاميروين كقرصون او اي سراكيشة توركو قدسيين سيينن ايا لغا عركي كرا مصطفى المدني او كامي دا رجي ورياها الدلي او كسو بحي قنسوليد اسوغو حيران دركي سي توركو قوحو بباهي ان كبادان لباعتان مقال او اي قبتين كاميروين كقرصون كواسو لدوبي دقيقاديه او قدامي اي نولاش خصوجي كهور انتي آنو قلين قنسوليد مقالدا ايا موجين ايا اساقو بنانكا او قبحي هتيلكو ودقنا سيو اسو دوويو قبدي او دونانايد اي تركيغا احيد او الابو كينيسي مركي دمي او حي قاعتين غاري يوغو او جيها استيدانكا قوسليد او اي كدون تيم وراقيهي لوغا بحنا سيا اسو مهرسادان انكستو سعودو قرتين ورياها لوغو دحدلي قوسليد دودا او اي ديل كاسوا امري سراكيل سري هدنا ولي او حي بينينيا انو كل قلها محمد بن سلمان او دنودو امسان تا اناني عيدنا طلابة قادي كرين يوغو آن اساقا اذن كهيسان aya simaha hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA Gina Haspel ayaa u duushay Istanbul si ay qayb uga noqoto baaritaanka ay wadaan saraakiisha Turkiga wasiirka maaliyadda Mareykanka Stephen wuxuu ku sugan yahay Riyadh halkaas oo wada hadal kula leeyahay dhaxal suuga Mohammed bin Salman safarkiisa waxa si kulul u cambaareeyay xildhibaanada labada gole ee Mareykanka Turkiga wuxuu wali baadi goobaya halka lagu tuuray meedkii Khashoggi iyagoo ka baqaya in dunidu aragto sida arxandarada ahayd ay u jarjareen ayay Sacuudigu ilaahay hadda diidan yihiin inay sheegaan halka ay ku tuureen meydkii. Madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay in Mareykanku diyaar u yahay inuu xoojiyo madaxyadiisa hubka nukleyarka kadib markii uu ku dhawaaqay inay ka baxayaan heshiiska INF. isagoo sharaxaya go'aanka uu kaga baxay heshiiska INF ayuu Trump u sheegay wariyayaasha inuusan Ruushku u hoggaansamin heshiiskaas oo sidii ay ahayd aanu uga soo bixin. Wuxuu sheegay inuu xoojin doono hubka nukliyeerka si ay iskaga caabiyaan khataraha kaga imanaya Ruushka iyo Shiinaha, isagoo xusay inaanu jirin dal la bartami kara Mareykanka. Waxaa la aaminsan yahay inuu Mareykanku doonayo inuu kala xaajoodo Ruushka heshiis cusub oo lagu soo darayo Shiinaha oo hadda aan ku jirin heshiiskan. Washington ayaa ku doodaysa inay u baahan tahay hubka heshiiskaasi ka mamnuucay si ay ugula tartanto Shiinaha. Khubradu waxay aaminsan yihiin inaysan Shiinuhu marna aqbali doonin inay qayb ka noqdaan heshiiska INF ama mid kale oo la nooca, sababtoo ah 90% gantaalada ay haystaan waa kuwo ay ku khasbanaan doonaan inay burburiyaan haddii ay galaan heshiiskaas oo mamnuucaya gantaalada dhulka laga gano ee gaara 500 km ilaa 5,500 km. Ruushku si kulul ayuu u cambaareeyay qorshaha Mareykanku kaga baxayo heshiiska, waxaase la aaminsan yahay inay ka tahay hadal oo ay doonayeen muddo dheer sidii uu heshiiskaasi u burburi lahaa. 2007 ayuu madaxweyne Vladimir Putin ku hanjabay inay ka bixi doonaan heshiiskaas haddii aanu Mareykanku ka dhigin mid caalami ah oo dalal kale uusan ku soo dabaalin. Wuxuu xusay Shiinaha oo ay xuduud wadaagaan inuu haysto hubkaas oo haddii ay ku soo weeraraan aysan iyagu haysan gantaalo nool nooca oo ay ugu jawaabaan. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta furay buundada dunida ugu dheer oo isku xiraysa Hong Kong, Zhuhai iyo Macau. Beijing waxay rajaynaysaa inuu aagaasi noqdo xarunta tiknoolajiyadda si ay ugula baratato Silicon Valley oo ah xarunta tiknoolajiyadda Mareykanka. Dadka badeecadaha iyo adeegyada kale ayay u fududaynaysaa inay si fudud isugu gudbaan buundadan oo dhererkeedu yahay 15 km. Waxaa mari doona tareemada gaadiidka caadiga ah iyo kuwa xamuulka. Shiinuhu wuxuu aad u maalgashadaa kaabayaasha dhaqaalaha taasu uu ku soo jiitay maalgashato badan oo halkaas warshado ka dhistay. Xilligan waa dalka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan, waxaase la filayaa dhowaan inuu noqdo dalka ugu dhaqaalaha badan oo uu kaalinta koowaad kala wareego Mareykanka. Washington markay si kale u joojin weyday kobaca xawliga leh ee uu ku socdo dhaqaalaha Shiinuhu ayay bilowday inay cashuuro xad-dhaafa ku soo rogto badeecadaha ay kala soo degto. Waa isku daygii ugu dambeeyey ee ay ku majaxaabinayso Shiinaha. Dalalka soo koreeya oo Afrika iyo Eeshiya u badan ayuu Shiinuhu ku maalgashaday $100 billion si uu u samaysto suuq cusub. Soomaaliya oo taariikh fac weyn oo ganacsi la lahaan jirtay Shiinaha kama faa'iidaysan fursaddaas maadaama ay ku jirto dagaal sukeeye, balse waxaa muuqda hadda ifafaale wanaagsan. We'll be right back.
warkana waad kala socoteen bogga ku leeyahay YouTube waxa idii soo jeedinay anigoo ah Shiino Culay tan iyo intaan warkan warka xiga ku kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabaad diino.